سلام عليكم. السلع موجود اخويا، السلع كاينه. شحال كل شيء موجود، الاثمنه مناسبه، كل شيء. الناس اللي بغا السلعه ما كاينش لا غلا لا زياده لا والو، مناسب. ايه الزيت باقي في الثمن ديالو العادي كما كان. كيدير سيدي عليك 440 ريال. لا ما غالي والو، هذا هو الثمن ديالو. السكر 240، اتاي مزيان، الزيت كل شيء مزيان، المواد جميع المواد كلها رخيصه عندنا هنا في بن سليمان. ايه سميده، سميده دايره 10 دراهم. الاصل ديالها منين؟ الاصل ديالها سيدي السميده ديال الغله، الحاجه المناسبه المزيانه الرفيعه، السميده الرفيعه مزيانه هي كدير 200 ريال، عندنا حتى ال 220، كاين اللي يبيع 200 220، يعني مناسبه. اما الحاجه اللي شويه فيها شويه غاليه على الناس، هما اللي كيقولوا شويه، بحال دابا الزيت كان واحد الثمن ودابا ولا بواحد الثمن، تيقولوا الناس كان يعني رخيص ولا شويه غالي، ولكن الثمن راه هو هذاك. الزيت العود باقي الثمن ديالو، زيت العود الثمن ديالو شحال الثمن؟ الثمن كيدير 640 ريال. الثمن ديالو 640 ريال، 1400. هذا الزيت ديال واتسوس ديال الشركه، اما الزيت الاخر ديال الاصليه ديال الاصليه كدير 1600، اللي كتطحن 1600. يعني هذا العام الزيت الناس كتشكى منه بزاف، كتشكى الناس من زيت العود، كتشكى من زيت العود، كيقول لك غالي غالي على الناس، والناس الفقراء ما يقدوش يشريو الزيت ب 1600 لتر. يعني علاش غالي هو؟ علاش غالي؟ واش الغله ما كايناش؟ باش نعرف يعني تيقولوا الفلاحه الزيتون ما كاينش، الزيتون ما كاينش، الفلاحه تيقول لك بان الزيتون ما كاينش، الزيتون قليل ما منتوش مزيان، يعني كان شويه القل ديال الامطار، الزيتون ما كاينش مزيان، ما خارجش مزيان. داك اللي كيطحن يعني ما كيعطيش الغله كتعطي ليه مزيانه، لان كتعطي الغله ناشفه قليله. واخا كيطحن واخا كيعصر قليل، داكشي بانه داكشي خارج قليل، حيت دابا العرض في الاول ما كاينش بزاف، ما كاينش يعني الانتاج مزيان. كون كان الانتاج مزيان يكون الزيت رخيص، العام الاول كان الزيت رخيص، هذا العام الزيت غالي. بغيت نسولك علاش كيجي ملي كتذوق في المناطق ديالو كيجي حار؟ اش كيطحنوا؟ يعني هذوك اللي تيدي يكون حار فيه هو. دابا الزيت كاين انواع، كاين زيت البلديه فيها انواع، يعني الزيت قلعه الصراغ ماشي هو الزيت ديال مكناس. الصراغ معروفه بالزيت ديالها، الزيت المزيانه هي قلعه صراغنا، كتكون عندها زيت مزيان، والشيادمه زاويه الشيخ نواحي بني ملال. الزيت ديال مكناس كتكون حلوه، وهذيك اللي كتكون فيها النسمه كتكون يعني زيت حاره، كتكون شويه مزيانه، واخا يعني هي الحاره راه مزيانه، ماشي بحال الحلوه، الحلوه راه ما مزياناش، الحاره راه مزيانه. خلي الفلوس هما الثاني، صافي كملتي معايا. الرواج مزيان، يعني الناس خاصها غا الفلوس، يعني الرواج كاين، الناس خاصها يعني الناس كتشكى شويه من ناحيه الفلوس، من ناحيه الامطار ما كايناش، ومن ناحيه الفلوس الناس شويه ضعيفه، يعني خاصها الفلوس، لان دابا المواد غلات. انسان دابا ولا تياخذ تيجي المراه والراجل باش نبيعو ونشريو معاهم، كتجمع المراه كوفيتير زبده سكر، هادي الراجل ملي كيبغي يخلص كنقولوا لي عندك 1600 ولا 1700، الراجل كيقول لك لا حايد ليا الكوفيتير، حايد ليا الزبده، ما عادي ما ندير بها، عطي المراه السكر والزيت والتيد وصافي. يعني الناس تأزمت، يعني مأزمه الناس، ماشي واخا نقول لك هادشي راه كاين موجود في العرض وداك الشيء، الناس مأزمه من ناحيه الماده، فلوس اللي مأزمه الناس ما كاينش، خدمه ما كايناش، الناس ما خدامينش، يعني الفلاحه ما عندهم فلاحه دابا، لاحوا الزراعه لاحوا كل شيء، كيتسناوا الله والامطار، يا ترى في هاد النواحي عندنا حنا، الله يرحمنا، يا ترى في هاد النواحي عندنا، اما هاد النواحي راه ما كاينش الامطار. الاصل ديالك منين؟ الاصل ديالي من بن سليمان، من هنا نيت ناود بن سليمان، من هنا من المدينه، من العماله ديال بن سليمان. امتى تحول هاد السوق هذا عندك؟ هذا تحول هادي شي 12 عام 13 عام باش تحول لهنا، يعني كان في المدينه، ودابا من اللي خرج من المدينه يعني
بحال ولا شويه كينتهى بكري. انت مع ال 12 سالي مع ال 11 جوج كيف الهيم اللي كان في المدينه كيبقى كنتهبط ليه المدرسه ولاد المدرسه الناس يهبطوا جوج مرات ثلاثه كيبقى ديما. دابا الا بغى يجي خاصو يجيب ترونسبور. كاين شو الطريق وخاصو يجيب الطوبيس. الطوبيس 80 ويرجع ب 80 160 يعني. والناس يعني ماشي بحال الناس بيع وشري ما بقاوش كيجيو ليه بزاف. ما بقاش عندهم الرواج وما بقاش عندهم البيع ما بقاوش كيجيو عندهم. شكرا تبارك الله عليك. الله يحفظك. شو عندك شي ساعه ان شاء الله. الله يحفظك. تبارك الله عليك. الله يبارك.